جميعنا سمع بطريقة أو بأخرى بأن حرارة الصيف قد تكون هي السبيل لهزيمة فيروس كوفيد-19، ولكن ما مدى صحة هذا الكلام؟ وكيف سيحدث ذلك؟ هذا هو ما سنعرضه معا في هذا الفيديو. يؤكد الأطباء أنه إذا ما استندنا إلى المعلومات السابقة عن النشاط الفيروسي للعديد من الفيروسات السابقة، فإننا سنجد أنه بالفعل يقل نشاط الفيروسات في الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي فإننا هنا سنكون أمام حقيقة قاطعة، وهي أن حرارة الصيف ستعمل على تقليل انتشار الفيروسات، ولكنها لن تقضي عليه. فعندما يكون الجو رطباً ويقوم شخص مصاب بالسعال أو العطس، فإن فيروس كورونا يقوم بامتصاص الرطوبة من الهواء، وبالتالي يزيد وزن الرذاذ المتناثر منه بشكل سريع، وهو ما يؤدي إلى هبوطه على الأسطح المحيطة، وبالتالي تنتقل إلى أشخاص آخرين حال ملامستهم تلك الأسطح الملوثة. وهناك دراسة سابقة تؤكد أن فيروس كوفيد-19 تتوقف مدة بقائه على قيد الحياة على نوع السطح الذي تناثر فوقه، فعلى سبيل المثال يبقى حياً على الورق أو الكرتون لمدة 24 ساعة، أما بالنسبة للرخام أو المعدن أو البلاستيك فإنه يستطيع البقاء لمدة 3 أيام كاملة. تلك الدراسات تؤكد أيضاً بأن الفيروس يزيد نشاطه أو يقل على حسب درجة الجو، فهو ينشط في درجة حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة فهرنهايت، ولكن ارتفاع درجة الحرارة هذا عن الحد يعمل على تفكيك خلاياه وتعطيلها، مما يساعد بشكل كبير في عدم انتشاره. ولا بد من العلم أن تلك الأرقام لم تؤكدها تجارب معملية، وإنما أكدتها دراسات وإحصاءات صينية تم رصدها لدرجات الحرارة التي نشط فيها الفيروس عند تفشيه في الصين في الأسبوعين الأوليين من شهري يناير وفبراير لعام 2020. تلك الدراسات والإحصائيات أكدت أن الفيروس لا ينتهي نهائياً عن ارتفاع درجات الحرارة عند هذه الأرقام، وإنما أكدت فقط أن نشاطه وانتشاره يقل بشكل ملحوظ. هذا وهناك دراسة أجرتها المعاهد القومية للصحة التابعة لجامعة ميريلاند أكدت بأنه ينتشر بشكل كبير وسريع في الدول والمدن التي تتراوح درجة الحرارة بها ما بين 40 إلى 50 درجة فهرنهايت، والتي تتمتع بدرجة رطوبة منخفضة كووهان في الصين وميلان بإيطاليا وسياتل بالولايات المتحدة. ولعل العامل المشترك بين هاتين الدراستين هو أنهما ركزتا على الفترة ما بين 15 فبراير وحتى 1 مارس من العام 2020. يتوقع الخبراء بأن السلوكيات العامة للكثير من الأشخاص في فصل الصيف تعد عاملاً مساعداً في تقويض انتشار الفيروس، حيث يميل معظم الأشخاص إلى الخروج والتنزه في فترات النهار، وبالتالي يكون الجسم معرضاً أكبر فترة ممكنة للشمس. هذا بالإضافة إلى ميل الكثير من الأشخاص إلى تناول الفاكهة والعصائر الغنية بالفيتامينات، وخصوصاً فيتامين سي، والذي يعمل بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة ضد تلك الفيروسات. وبالرغم مما ذكرناه، فلا بد من معرفة أن فيروس كوفيد-19 يعد فيروساً جديداً من نوعه لم يسبق التعامل معه، ولا نعرف تحديداً كيف سيتعايش مع الطقس الدافئ. لذا فيجب أن تتوقع أن يفاجئنا هذا الفيروس بما لا يمكن حسبانه، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، كما أكدت أنها لم تتعامل مع هذا الفيروس سوى منذ 8 أسابيع فقط، وأنها تتعامل معه طبقاً لما هو متعارف مسبقاً لمن هم على شاكلته من فيروسات متعارف عليها. لذا فإن السبيل الوحيد للمساعدة في منع أو تقويض انتشار هذا الفيروس هو أن يتخلى الناس عن العادات الاجتماعية السيئة كالسلام بالأيدي والعناق والتقبيل، هذا بالإضافة إلى الحرص الشديد حال التعامل مع أشخاص يشتبه بإصابتهم بأي نوع من الأمراض، إلى جانب توخي الحذر حال الخروج والاختلاط في الحياة اليومية، مع مراعاة قواعد النظافة الشخصية وتطهير الأيدي والملابس والمتعلقات والمشتريات قبل استخدامها. كل هذا لابد من اتباعه قبل التفكير إذا كانت درجة حرارة الصيف ستقوض من انتشار هذا الفيروس أم لا.